أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي الحرص على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 وتماشياً مع الرؤية السامية التي تهتم بالشباب والتي تعتبر ذوي الإعاقة جزءاً لا يتجزأ منهم. تصريحات دكتور مهدي جاءت خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035.